في البداية السلام عليكم. أشكر الأستاذ الموسيقار موسى، وأنا شخصيا من المتابعين له، كل أنا تعرفت عليه في فيسبوك خلال اللايف اللي يعمله باستمرار، واستمتع بالأغاني اللي يعزفها والحوارات اللي يجريها، وسعدت جدا. كنت أتمنى أن أقابله قبل ما يسافر، لما عرفت أنه هو جاء كنت أتمنى أن أقابله، وأكيد حقابله وأقعد معه، لأنه مرحلة تاريخية معينة موسيقية لازم أن أوثقها للتاريخ والأجيال القادمة. بالنسبة لفناننا الجميل المميز عمر صالح، عمر صالح هو فنان معروف لدينا بأغنية شهيرة، أغنية منيراي. ومنيراي نحن عندنا علاقة خاصة معها، لما كنا لاجئين مثلا في السودان، وأنا أتذكر كنت في المرحلة المتوسطة 87 88 89، فكنا نتجمع في بورسودان في ديمنور مربع 5 في المقاهي الشعبية ونسمع أغاني منيراي، والكل كان الوقت ذاك بيتذكر أن منيراي بتمثل كل الإريتريين، كان تمثل أشواقنا لبلدنا، تمثل أشواقنا لإخواننا المغتربين، تمثل أشواقنا لأهلنا في إريتريا، تمثل أشواقنا للثورة وللتاريخ وللنضال وللعودة لإريتريا. فمنيراي كان بالنسبة لنا هو غناها صحيح لابنه، لكن كانت هي لكل الأجيال، أغنية ربطتنا بإريتريا، ربطتنا بالثورة، ربطتنا بتاريخنا وبثقافتنا وحضارتنا. ففنان عمر صالح صحيح هو أغانيه قليلة، لكن كل أغنية بألف أغنية، كل أغنية عمر صالح غنى لسبتمبر، وعنده أغنية شهيرة حتى سبتمبر الأولى، عنده أغنية أغاني عاطفية، أغاني وطنية تاريخية. وأنا اليوم سعدت بالمقابلة، أنا بعرف الفنان زي بشير عن قرب، وبعرف أغنية توباي سمان اللي كانت نزلت 86 87 في شرايط الجبهة الشعبية، وكنت قايلها أنا للفن زينب بشير، اشتهرت بها زينب بشير. لكن أنا اليوم إنه عرفت إنه الأغنية هي الفنان الجميل عمر صالح، ودي فرصة سعيدة. عمر صالح اليوم في من حوله موسيقيين كبار أمثال الشاب خالد والشاب همات وبعض العازفين، نتمنى إنه من عمر صالح إنه التاريخ القديم بتاعت الأغاني اللي نحن أطفال كنا وقتها، يمكن نعتبر شباب في سن مرحلة متوسطة وثانوية نهاية الثمانينيات، التاريخ ده الناس عاصرته عايز تسمعه من جديد. نتمنى إنه تجد الدعم وتجد الاهتمام وتجد الهمة إنك تسجل الشرير القديم بالصيغة العصرية الحديثة، ونحن سعراء جدا في هذا الجهد. ومرة أخرى الجيل هو الفن كثقافة وكتراث، الناس بتتوارث من جيل إلى جيل. معانا عدد من الموسيقيين الشباب، عدد من الفنانين الشباب باليمين واليسار، أنا أتابع لايفاتهم في الفيسبوك، حتى الظروفات اللي عملها نحن ساهر معها نستمتع بها. وفي جيل واعي فنان علي والفنان سلطان اللي هو كان يتربى في يدنا، كان في من كان في نعفة، سواء كان في أسمرة أو كان في فرق بتاع اتحاد الشباب في إريتريا، فنتمنى لهم مستقبل باهر ومستقبل مشرق. ودي فرصة سعيدة حقيقة إنه أنا موجود مع أجيال مختلفة، زي ما كان عندي أصدقاء من أجيال مختلفة، أبدأ بالفنان نبيل عبد اللطيف، بفنان المحترم جابر وآخرين كثر. يعني نحن التاريخ الثقافي بالذات يربطك مع بعض. الفنان ذكر الفنان قرماي سلمون، عم سليمان استاذ سليمان قبل استاذ موسى قبل شويه، قرماي سلمون الان في اسمر لم يكون ما شيء الا كان يعرفه، قليل قلال جدا جدا، هو فنان عاصر فنانين كبار في السودان، فنانين كبار في اثيوبيا، لكن قلال هم اللي يعرفوه اللي ينادوه يقعد يشرب معاه شاي. فنحن نتذكر نلاقيه في دانيل فاست فود في وسط اسمره، بناديه انا وبجلس اتونس مع الفنان قرماي سلمون، هو بيجي العربي كويس ويتكلم التجربه كويس ويتكلم التكفينيه والامحارينيه ويتكلم اللغه الانجليزيه، هذه تاريخ ثقافي، تاريخ امه وحضاره شعب يجب ان نحافظ عليه. وشكرا على هذه الفرصه استاذنا موسى، واكيد قبل ما اسافر حنلتقي عشان نوثق ونسجل للتاريخ، وشكرا لكل الحضور، والسلام عليكم ورحمه الله. يا مرور انت في السطح تحاضد وانا وقلب قرماتها، مال ما تتعب تعب عمتها شواحي الدار
جديدة مسوتة أبويت للجوابة أشوف أنك حمل دربة سنة دروبة I'm gonna make you mine.
أولا وقبل كل شيء لفتح المجال أخي وزميلي موسى بن عمراي، من يوم بدأت الفن وأنا في جدة وهو حتى الآن وبعيد مني في القربة بيتواصل الدعم المعنوي والفني والمادة أيضا. فهذه الحفلة هو اللي قام بها وبرمجها، وهو إنسان صاحب القلب الكبير ويحب وطنه وفنه وتراثه، وجميع الفنانين يحب يدعم كل من حس بأنه دعي في شيء ما، وليس في الفن فقط بل في كل أمور. مما عرفته إنسان عليم أبيض القلب، لا يحب المشاكل، لا يحب التناقض إلا الحب. وبهذا أحب أشكره كما أكرمني أكرمه الله الدنيا وآخرة، وأكون أتمنى كمان هذه الحركة اللي صارت معي مثلا هذا التكريم يستمر لأمثالي وفي جيلي وبعدي لاستمرارية ضمان التراث والثقافات لجميع الفنانين، وليس للفنان لغن فقط، الرسام الممثل المخطط كل الفنانين. فالشعوب تكبر وتنجح بفنانين، والفنان يأخذ من شعبه يعني مش من جيبه، مجرد كتذكار بذكر ويرجع للشعب. فالشعب لازم يسنده سواء معنويا، هو الدعم ليس مادي فقط، انه حتى معنوي ومعنوي اهم شيء. انا الواحد كسر مجاديفي ما اقدر افكر، ما اقدر اجيب المواضيع. فنحن في الهجره طبعا لنا سنين وحتى الان مستمرين في هذا التشتت، ولكن ارجو بكل لغاتنا وكل ثقافاتنا نتمسك بلغتنا وبتراثنا، هو الوحيد جواز سفرنا. مهما جلسنا ومهما بلغنا اعلى درجات في الاكتساب والوعي، زي وطنك وزي امك ما تحس. وحب اشكره مجددا اللي خلى هذه المناسبه يجمعني مع اخواني واخواتي ومع جمهوري في الداخل والخارج. اشكر الاخ موسى على بذله على هذه الأمسية الجميلة، وأشكر أيضا الفنانين أبنائي الجيل الصاعد، منهم العازف ابن أستاذي إدريس محمد علي، خالد محمد علي، وابني برضو محمد علي نور العازف الممتاز والرائع، وابني علي محمد الناشي زي ما سمعت ما شاء الله نقدر نقول يعني مررنا الرساله، وبرضو الاخ وابني برضو سلطان علي بارع عنده اغاني. فبهذه مناسبه دعموني بدون اي مقابل، بدون اي شيء، بدون اي شروط، مجرد شرحت لهم الموضوع. يا اهلا وسهلا عم عمر، نحن معاك، قالوا وقاموا معايا وتعبتهم بالمشاوير وبروبات وتعال وارجع وامسك وكذا. فاشكرهم جزيل الشكر، واشكر ايضا اخو شفع القوع الجريميني. ايوه هذه الاغنيه كلنا تلامس قدامها يا علي. انا عايز اشكرك انت ونجوم
I'm gonna go.